السلام عليكم. واخيرا وصل دورنا. طبعا في البدايه قبل لا ابدا انا احب اوجه نقد لاذع الى الجمعيات السياسيه بسبب عدم الالتزام بالوقت. يعني يقولون الساعه 8 يبداون الساعه 9 الا ربع او 8 ونص، ومفروض الجمعيات تكون قدوه الى الجماهير، مو ان حجتنا انه والله العدد ما وصل وما كفى. احنا نبدا بالموجود واللي يحب يحضر يتفضل. فيعني ارجو ان تتقبلوا هذا النقد، يعني يمكن شويه يعني مفروض يعني الجمعيات تربي الجماهير على الـ على الـ على هالثقافه هذه. طبعا التمييز ضد الكادر الطبي يعني ذو شجون، واعتقد الكادر الطبي هو من ضمن القطاعات اللي نالت من التمييز ما ناله يمكن ربما أكثر مما ناله الآخرون. فالتمييز ضد الكادر الطبي مو جديد طبعا، مش يعني لأن صارت ثورة 14 فبراير 2011 وبدأ التمييز ضد الكادر الطبي. التمييز قديم، يعني من إذا بناخدها من الثمانينات القرن الماضي عندما صارت الأحداث، إذا الكل يتذكر منع الأطباء والممرضين من أنهم يقدمون خدمات إلى، وكانوا يهددون في المستشفى من أنهم يقدمون خدمات إلى الجرحى، واستمر الوضع إلى أن وصلنا في التسعينات أيضا، وفي 2000 اللي هو الألفية الثالثة هناك حتى بعض الموظفين من كثر الضغط، بعض الموظفين يمكن تتذكرون حادثة أحد العاملين في قسم الأشعة عندما صور أحد المصابين وفي الأحداث، شكلت لجنة واتخذ قرار بفصله مع أنه ما مفروض يفصل. الوزير وقع على القرار وخلاص وفصل الموظف، وكان مفروض يعطى الفرصة بأنه يعني يوجه إليه مثلا تنبيه أو توبيخ أو ما إلى ما شابه من العقوبات. فالتمييز ماشي من الماضي، بس الشيء اللي يعني يمكن نريد نلقي عليه الأضواء أنه التمييز ضد الكادر الطبي، أنا ممكن هذا اجتهاد شخصي يعني متروك الخيار لكم تمشون عليه أو لا، أنا أقسم التمييز إلى ثلاثة أقسام مبنية على أسس. أولا تمييز طائفي وسياسي، هناك تمييز مهني، وهناك الآن طلع تمييز عنصري. بالنسبة للتمييز الطائفي والسياسي، طبعا احنا نعرف ان الكادر الطبي ليس منظمة سياسية، حتى جمعية الأطباء وجمعية التمريض ليست جمعيتان سياسيتان، يعني نقدر نعتبرها نقابتان، يعني تمثل مصالح الممرضين ومصالح الأطباء. فليش قلنا سياسي؟ طائفي فهمنا طائف ان هؤلاء شيعة، لكن سياسي لان الكادر الطبي ما يضم فقط شيعة، الكادر الطبي يضم مختلف الفئات الاجتماعية، في موجود سنة، في موجود مسيحيين، في موجود ناس من الأجانب اللي يمكن ما إليهم دين أيضا من ضمن الكادر الطبي، ويستفيدون من الامتيازات مثل ما غيرهم يستفيد، ممكن يستفيدون اللي هم الأجانب يستفيدون من الامتيازات أكثر مما يستفيد المواطن. فطبعا دخل فيها العنصر السياسي بسبب يعني في فترة الأحداث، يعني ابتداء من 14 فبراير 2011، لأن جمعية الأطباء دخلت في السالفة، وهو أن جمعية الأطباء بحكم كونها تمثل الأطباء جميعا تصدت إلى المغالطات اللي حصلت، وتصدت إلى الانحراف اللي حصل، وهو أنه مثل ما عرف الجميع بأن سيارات الإسعاف منعت من الوصول إلى الميدان لنقل الجرحى، والطواقم الطبية منعت أيضا من ممارسة أو من القيام بدورها. فجمعيات الأطباء أصدرت بيانات استنكرت فيها هذه الممارسات، وأكدت على حيادية الطاقم الطبي أو الطواقم الطبية، أنه يجب أن لا تستهدف علشان تقدر تقوم بدورها وتقدم خدماتها إلى الجميع سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. ف
وجد الكادر الطبي نفسه مقحم في العملية السياسية، وهذا شيء احنا ما ننكره. احنا مو اقحمنا نفسنا، هم اللي دفعونا ان احنا ندخل في هالمعترك. ان انت كطبيب او كممرض او كمسعف لا يمكن لك ان تقف مكتوف الايدي وانت تشوف ان الجرحى امامك يحرمون من العلاج، والاسعاف يمنع عنوة من انه يصل الى المكان اللي تحصل فيه الاحداث وتصوب البنادق الى رؤوس المعتصمين والمتظاهرين. فبالتالي يجب ان تشارك كطبيب وتثبت وجودك، ليس لانك تريد تكون سياسي، لان الوضع فرض عليك وبالتالي لازم انت تروح تشارك. صح هناك الكثير من الاطباء ما شاركوا، هذا شيء متروك اليهم، وربما بعضهم بسبب الخوف او بعضهم مثلا بسبب المصلحه او بعضهم ما يريد يعني يقحم نفسه باي شكل من الاشكال. فصار في مثل ما عرفنا انه مجلس اداره جمعيه الاطباء تم حله. ليش؟ لان اصدر بيانات مسانده الى الحركه الشعبيه، وفي نفس الوقت استنكر منع سيارات الاسعاف من الوصول الى الجرحى، وبسبب الانتهاك اللي حصل في الحيادة الطبي والقسم الطبي أيضا. فلهالسبب احنا نقول كان في تمييز سياسي ضد الأطباء. شكل مجلس إدارة مكان الإدارة الشرعية، وهذا المجلس مارس دور سيء جدا ضد الأطباء، لأنه يفترض يكون يمثل مصالح الأطباء، وهو مجلس إدارة تصريف الأعمال وليس مجلس إدارة الأزمة، أنه هو يضغط على الأطباء، وأنه صح هناك هم كلهم موالين بس يفترض على الأقل يكون في جانب من الحيادية. فدخلت فيها السياسة في هالحالة، وصار مجلس الإدارة مجلس سياسي، أنه يروج إلى سياسات السلطة. يعني بمعنى آخر أن الناس اللي استلموا الإدارة من حقهم أنهم يصيرون سياسيين، ومن حقهم أنهم يعني يوالون الحكومة، وأنت كطبيب من الطائفة الأخرى وحتى سني ما لك حق أنك أنت تناصر الشعب، ولا لك حق أنك أنت تعالج الجرحى، ولا لك حق أنك يكون لك موقف سياسي أو موقف أيا كان، فقط يعني مقتصر على الناس اللي السلطة تعينهم. ولهالسبب احنا قلنا صار فيه أيضا تمييز سياسي. الشيء الثاني أو القسم الثاني اللي هو التمييز المهني، عشان ما نسترسل كثيرا ونضيع وقتكم. التمييز المهني، كيف التمييز المهني؟ يعني الأطباء والممرضين وأيضا المسعفين وحتى كل العاملين في الخدمات الصحية، خلنا نقول معظمهم، تم استدعائهم والتحقيق معهم في المستشفى. يعني لجان التحقيق كانت داخل المستشفى اللي يفترض فيه ان ما يكون مكان حق هالاشياء. اوكي، انت تريد تحقق، استدعيهم الى قسم التحقيقات وخلهم يحققون معاهم، لان اصبحت المساله سياسيه مو داخل مكاتب مجلس الاداره مالت المستشفى. فتم التحقيق معهم في المستشفى وايقافهم، يعني اعطيه الاوراق تحقق معاك ويعطونك الورقه في الحال ان انت موقوف 3 أشهر، وبعدين تتمدد 3 و3 و3 الى ان ما تدري وين تنتهي. والاعتقال ايضا يصير داخل مجلس الاداره مالت المستشفى. فطبعا فرغوا المستشفى من معظم الخبرات النادره واللي يفترض ان المستشفى يعتمد عليها، ف بدأوا يعينون أجانب ويعينون ناس قليلين الخبرة. وطبعا العدد مو شيء، الأرقام اللي راح أقولها مو شيء جديد، إنما يعني بدأ يظهر إلى السطح، يعني الناس ما كانت تعرف عنه، بدأ يطلع إلى السطح لأن صارت الأزمة. يعني مثلا إحنا عندنا حوالي 70 إلى 80 طبيب ينتظر دور للتوظيف، بحرينيين طبعا، كل ما يروح يخلص فترة الامتياز اللي هي سنة يروح يقعد في البيت وينتظر لأن يستدعى. يكتشف أن هناك أطباء أجانب عينوا
في نفس القسم اللي يفترض فيه أن يعين فيه هذا الطبيب، فهذا أيضا تمييز. واللي حدث أكثر أن أطباء من الطائفة الشيعية هم اللي ما يعينون، بينما أطباء من الطائفة السنية من السهل جدا أنهم يمرون بالعملية التعيين ويعين، وهو ما يختلف عن الطبيب الآخر من حيث الشهادة، ربما يكون هذا مستوى أفضل في الدراسة وحتى في الخبرة اللي يجمعها في فترة الامتياز. هناك حوالي 200 ممرض وممرضة ينتظرون دورهم للتعيين. تستجلب الممرضات والممرضين الأجانب من الهند ومن الفلبين ومن الأردن وحتى من مصر ومن كل دول العالم لكي يملؤون هذه الأماكن. احنا ما نقول عنها شواغر، لا، يملؤون هذه الأماكن فقط علشان يمنعون الممرض والممرضة البحرينيين من أنهم يعينوا ويخدمون وطنهم. حتى بعض الممرضين متخرجين من جامعات عريقة جدا ومستواها جدا عالي مثل الرويال كوليج اللي هو الكلية الملكية للجراحين، مستوياتهم جدا عالية. طبعا احنا ما نقلل من أهمية ومستوى الممرضين والممرضات الخريجين من كلية العلوم الصحية، بالعكس كلية رائدة وصار لها أزيد من 40 سنة تقريبا من تأسست وخرجت أجيال من الممرضين والممرضات، لكن ينطبق عليهم مثل ما ينطبق على الآخرين. بالمقابل نلاحظ أن أيضا هناك ممرضين وممرضات من الطائفة السنية، طبعا هذا ليس ضد، لسنا ضد الطائفة السنية، هم من حقهم يتوظفون، لكن بالمقابل احنا أيضا من حقنا نتوظف. هذا طبعا مو مشكلتهم هم، هذه مشكلة الحكومة. فيعينون وبكل سهولة، يعني تتخرج الممرضة اليوم تقدم الأوراق خلال أسبوع 10 أيام أسبوعين شهر خلاص صارت ممرضة، بينما الممرضة اللي قاعدة تنتظر لها سنتين وثلاث سنوات وبعضهم 5 سنوات ما في مجال لهم أنهم يعينوا. هناك ما يقارب من 170 أخصائي علاج طبيعي خريجين من مختلف الجامعات، من الجامعة الأهلية، من كلية العلوم الصحية في البحرين، من الأردن، من دول أوروبية أيضا، من الرويال كوليج الكلية الملكية للجراحين، أيضا هناك خريجين وخريجات في من العلاج الطبيعي. ليش توصل العدد لهالحد؟ لأن ما يريدون يعينون. إذا طالع عدد المتخصصين في العلاج الطبيعي مثلا في مستشفى سلماني أو مركز سلماني الطبي، العدد قليل جدا بحيث أنه ما يغطي العدد المرضى اللي يراجعون القسم لعمل العلاج الطبيعي. يعني توصل أحيانا الحال بهم أن الأخصائي العلاج الطبيعي يظل يشرف على ما يعادل 7 إلى 10 مرضى في نفس الوقت، يعني أسرة مصفوفة وينتقل من واحد لواحد. توصل الحال إحنا الأيام على الأقل اللي كنا فيها في المستشفى أن يترك الجهاز على المريض أساس أن يشتغل الجهاز لعمل العلاج الطبيعي، يرجع يشوف الجسم المريض محروق لأن هذا جهاز كهربائي والمريض ما يدري، يفكر أن هذه الحرارة اللي تصير هي جزء من العلاج، فيكتشف أن جلده محروق يروح يشتكي عند من؟ الموظف يقول لك أنا يعني كم مريض راح أقدر أعالج في نفس الوقت؟ ما أقدر، فأنت تعطيني 10 مرضى في نفس في 5 دقائق وتريدني بعد أرد أنزل العيادة الخارجية وأروح أشوف مرضى وأقيمهم وحطهم في الجدول؟ صعبة. فيمكن عدد الموظفين أو المعالجين ما يتعدى 36 موظف أو أخصائي تريدهم لكل سكان البحرين في الوقت اللي بإمكانك أن تعين أكبر عدد وتوزعهم على المراكز الصحية وتفتح مراكز علاج طبيعي في المراكز الصحية علشان تغطي النقص الشديد في عدد المعالجين الطبيعيين وتحل المشكلة، نشوفهم يستخدمون لهم أخصائيين علاج طبيعي من الخارج. يعني ما في بحريني، احنا طبعا الآن موجود ناس يدرسون لأن هاي الدراسة 4 سنوات بعد راح يضاف إلى هذا العدد 170. يعني أنت بنهاية 2014 بتلاقي العدد يمكن يوصل إلى 200 أو أكثر من 200. وين يروحون؟ حتى المستشفيات الخاصة ما تشغلهم،
تفضلون الأجانب لأن الأجنبي أرخص، وعندهم توجيهات أن ما يقبلون بحرينيين وبالذات شيعة. فالتمييز المهني على أشده. طبعا هذا التمييز المهني هذا يؤثر على كفاءة الخدمات الصحية. أن المريض في قبل الثورة كان يوصل إلى المستشفى ويحصل على الخدمات بسهولة، يدخل للعيادة، يروح للعمليات، يروح للمختبر، يروح للأشعة. الآن المواعيد 6 أشهر، 3 أشهر للأشعة، 4 أشهر عشان يوصل إلى الطبيب. بعضهم يمكن يموتون هم للحين ما وصلوا. يعني أعطي مثال، في واحدة مريضة كانوا أعطينها موعد للأشعة وعطوها موعد حوالي 5 أشهر، وصل الموعد مالها، اتصلوا بأهلها قالوا لي ترى بكرة موعدكم حق الأشعة. قالوا أهلها ردوا عليهم قالوا ليها، يعني قالوا للشخص قالوا روحوا شوفوها في المقبرة كي موجودة هناك، كان تريدون تصورونها. يعني ردوا عليهم بهذه الطريقة، فعلا ماتت قبل لا يوصل موعد الأشعة. فلو احنا عندنا خدمات صحية بس في دقائق اوكي، خدمات صحية قاعدة تتطور وما فيها الانتهاكات ما وصلنا إلى هذا المستوى. التمييز على أسس عنصرية، الآن طلع شيء جديد يعني أضيف إلى ما هو موجود اللي هو التمييز العنصري. الآن صاروا ينظرون إلى الأطباء والممرضين على أنهم أجانب، إحنا البحرينيين الأصليين والأصيلين أصبحنا إحنا إيرانيين مجنسين، وأحيانا يتطنزون على أشكالهم يعني ما تعجبهم أشكالهم. طبعا هذا تعبير صفوي، هذا يمكن تقول عنه يعني شيء ديني يعني أو طائفي أو شيء من هالقبيل. لكن العنصري إنه يقولون لك إن أنت اللي ولدت في البحرين وآبائك وأجدادك في النهاية يقول لك أنت فارسي وأنت إيراني. وأنا واحد من الناس اللي قالوا لي مجنس من الستينات. فهذه العنصرية، التمييز العنصري ضد الطاقم الطبي، لأن ما في شيء يعني ممكن يوجهونه ضد الأطباء غير هذه الأساليب اللي هي أساليب التحقير وأساليب محاولة أنه وضعهم في فخانة الناس المنبوذين في الوقت اللي هم قدموا أغلى ما يملكون من خبرات ومن وقت وعمرهم كله قضوه في المستشفى بحيث أنهم يقدمون أفضل الخدمات. فالواحد لو يقارن الماضي بالحاضر يشوف أن إحنا البلدان قاعدة تتقدم وإحنا قاعد نتراجع. فمشكورين على حسن استقبالكم وآسف على تطويل.